حدث في مثل هذا اليوم من رمضان من سيرة المصطفى الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. غزوة الفتح الأعظم، وكانت في رمضان سنة 8 للهجرة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لعشر مضين من شهر رمضان، فصام وصام الناس معه، حتى إذا كان بالكديد بين عسفان وأمج أفطر، ثم مضى حتى نزل مر الظهران في 10,000 من المسلمين. وقال عروة بن الزبير رضي الله عنه: كان معه 12,000، وأوعب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار، فلم يتخلف عنه منهم أحد. قال ابن جرير رحمه الله وزعم الواقدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد في هذه السنة في شهر رمضان على رأس 7 أشهر من مهاجرة لحمزة بن عبد المطلب لواء أبيض في 30 رجلا من المهاجرين ليعترض لعيرات قريش، وأن حمزة لقي أبا جهل في 300 رجل من قريش، فحجز بينهم مجد بن عمرو ولم يكن بينهم قتال.